الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يمكننا إلا نعبروا على مشاعر الأسى والحزن، وحنا كنودعوا زميلنا وأخونا جمال براوي اللي هو فقيد ديال الصحافة المغربية وفقيد أيضا ديال النضال المغربي، لأنه هذا الإنسان هذا بالإضافة إلى أنه كان صحفي كبير أيضا ما ننساوش على أنه كان من النشطاء في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لذلك أنا جمعتني معه سواء العمل الصحفي من خلال واحد العدد ديال المناسبات واللقاءات، وأيضا جمعني معه النضال في هذا الحزب هذا اللي كان تنتميه الجميع. ما يمكننا نقوله على هذا السيد هذا إلا أنه في الحقيقة رمز ديال العمل الصحفي الجاد. هذا كان صحفي متميز بالقدرة ديالو على التحليل وبالقدرة ديالو على التعليق على الأحداث وفهمه الواقعي والواسع والمتميز، لأن عنده ثقافة اللي هي كبيرة. هذا مناضل يساري عنده ثقافة اللي هي واسعة، كان كيتبع كيقرأ، بالتالي كان طبيعي على أنه المنتوج ديالو الصحفي غادي يكون جيد ومتميز. بالإضافة إلى ذلك كان دائما ملتزم بالقضايا ديال الشعب والوطن، ولذلك بقى بالرغم من أنه كان يدافع على استقلالية الصحافة كان يعتبر على أنه لابد من الالتزام النضالي الحزبي، ولذلك كان دائما عضو في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كيخرج إلى الحملات الانتخابية، كيجي كيشتغل في الفرع مع المناضلين كيجالسهم. ما يمكننا نقوله إلا أننا فقدنا واحد المثقف عضوي وواحد الشخصية متميزة اللي أكيد على أنها غادي تبقى في الذاكرة ديال الصحفيات والصحفيين والمناضلات والمناضلين والناس اللي كيتبعوه واللي كيعرفوه. إذن عزاؤنا للعائلة الكريمة ولكل أصدقاء وللمناضلين وللناس اللي حبوه هذا السيد هذا اللي هو كما قلنا شخصية متميزة. اليوم نودع أخانا وزميلنا جمال براوي الصحفي الذي قدم لهذه المهنة من التضحيات ما يعلمه الجميع، ولكن فيه كثير من الأسرار التي لا يعلمها الجميع. لقد كان يؤمن بأن هذه الحرفة تعتبر أساسية في البناء الديمقراطي والبناء التنموي، ولهذا كان يقول لا بد من أن نبدأ بأنفسنا من أجل أن نعطي النموذج لباقي القطاعات الأخرى لكي نقدم لبلدنا الأجوبة التي يحتاجها. ولهذا هذا الرجل القادم من عالم الاقتصاد إلى عالم هذه المهنة مارسها باقتدار وبقيم، كان وفيا للمبادئ وكان يقدس المهنية ويعتبرها العنصر الأساسي للحفاظ على طبيعة المهنة. ولهذا نعتبر بأن هذه القيم وسلة القيم التي كان يمثلها ستضطرنا إلى أن نتأملها وأن تكون خارطة طريق للمعركة القادمة من أجل أن نصل إلى بيئة مهنية تليق بالصحافة في البلاد. اليوم افتقدنا مناضل شهم الأخ براوي اللي كانت تجمعني به صداقة قديمة منذ السبعينات، حيث أعترف له بشجاعته وبدفاعه المستميت عن المناضلين وعن الضعفاء وعن حقوق الإنسان. كان في 1976 كان مدير جريدة لافي ايكونوميك ودار واحد افتتاحية شهيرة اللي ندت فيها بالخروقات اللي عرفتها الحملة التطهيرية المشؤومة اللي قادها وزير العدل ووزير الداخلية آنذاك والنيابة العامة ديال الدار البيضاء واللي ساءت لسمعة البلاد. كسب واحد افتتاحية اللي كانت لها واحد الوقع كبير، حيث أنه أثار انتباه الجميع بأنه ما كان يقال عن هذه الحملة بأنها ستدر أموال باهظة، كذب على كذب ومغالطات، ومن ثم هناك عدة وطنيين اللي مشاو
ونبهوا المسؤولين على مستوى بان هذه الحمله كتسيء البلاد، لان الهدف ديال هذه التصرفات كانت باش تقويض المجهودات اللي كان كيقوم بها المرحوم جلاله الملك الحسن الثاني في بهندسه التناوب. اخ جمال البراوي كان كذلك معايا في الانتخابات الاخيره، كان وصيف ديال اللائحه التشريعيه ديال البرلمان الجريد في عماله أنفا، حيث مشيت عنده في الليل وقال لي بانه راه ما غتنجح لا انت لا انا، اللي ناجحين راهم معروفين. ومع الاسف داك الشيء اللي كان، وكان دائما شجاع وكان دائما حاضر في جميع الميادين بالرغم من الظروف الصحيه التي عاشها هذه السنوات الاخيره. انا لله وانا اليه راجعون، رحمه الله ولذويه وعائلته الصبر والسلوان.